The fourth lesson, brothers and sisters in Islam, حال المؤمن حين الاستضعاف. What should you do when you're oppressed? What can be done when you're oppressed? Beside digging that foundation, raising up your children. You see, when you raise your children as if you're digging down deep to place a foundation for a skyscraper. But while this is happening and you're being oppressed, برضو بني إسرائيل teach you what you should do. صبر التوكل الاستعانة الصلاة لغة وشرعة. صبر. شوف, فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. شوف, وقال موسى يا قوم استعينوا بالله واصبروا. Be patient. We seek that from Allah. The شوف سبحان الله, when Allah سبحانه وتعالى, after he made the Pharaoh and his people drown and he saved the children of Israel, look, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. All of this because they were patient. لا, نفس الكلام في سورة الأعراف. وقال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. التوكل. وقال موسى لقومه, وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. توكل على الله. يا رب, rely on you. الصلاة. شوف, وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ده حل استضعاف. أهو, the Muslims now are oppressed all over. وين الصلاة؟ فين الصلاة؟ شوف العدد الآن وشوف العدد في صلاة الفجر. ولذلك يقول لك, those who are oppressing us, they tell you, if you see the same numbers in جمعة at فجر, خلاص, the oppression is over. الصلاة, الدعاء. يعني موسى وهارون دعوة على فرعون وقوم, دعوة ملهاش حل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا, ربنا ليضلوا عن سبيل, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يا رب, tighten their hearts that they do not believe until they see the punishment. قال قد أجيبت دعوتكما. ما هو هارون أمن على هذه الدعوة. هارون قال آمين, والمؤمن داعي. وشوف حصل, فرعون is drowning, قال أسلمت يا رب. أهو, مش هذه دعوة موسى؟ أنا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن. الآن لا, غرغرة no. When the soul reaches the throat, no, لا توبة, لا تقبل. فين الدعاء؟ يعني a lot of our brothers and sisters are being killed. نبخل عنهم بدعاء في الصلاة. دعيت لأخوانك في غزة, دعيت لأخوانك في بورما, أتدعو لهم؟ Do you make دعاء for them? دعاء. يعني سبحان الله, look at this now. أعجز الناس, أعجز الناس من عجز عن الدعاء, وأبخل الناس من بخل بالسلام. The stingiest of people, the one who is stingy to say السلام عليكم. لأنت when you say السلام عليكم, get 10 حسن. السلام عليكم ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. بخيل على نفسي, بس يمشي عدي, he walks next to a Muslim brother, ما يقولش السلام عليكم. ما واي يا أخي, ما معرفوش. I don't know him. ده من علامة الساعة, سلام الخاص. It's a sign of the hour that you say سلام only to people you know. أبخل الناس من بخل بالسلام, وأعجز الناس, and the crippledest of all people, the one who's crippled, to make دعاء. لأن إيه الدعاء؟ إيه اللي حيخسرك الدعاء؟ What the دعاء is going to cost you?
لسان a tongue coincide with the heart. وبعدين دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ثلاثة، حديث في سنة الترمذي أبي هريرة، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الإمام العادل، دعوة المظلوم. Three types of people, their supplication will never be turned down: a just imam, a fasting person, and somebody who's oppressed. يرفعها الله فوق الغمام. So, وعزتي, by my might and glory, I will give you victory. حتى ولو كان فاجرا, even if he's a wicked, even if the oppressed is wicked, فإن فجره على نفسه. حتى ولو كان كافرا, فإن كفره على نفسه. Oh. The last lesson, brothers and sisters in Islam, for the sake of time, اسم